بالفعل النقطة دائما من مركب محمد خامس أمام فريق كبير بحال الوداد تعتبر مكسب كبير لينا، بغض النظر على السيناريو واش كنا نحتاج نستحقوا أكثر ولا أقل، لكن تتبقى نقطة يعني ساتيسفيزونت بالنسبة لنا، لأن تبقى في المحصلة ديال التنقيط هذه مباريات يعني إلا خديتي منهم نقاط غادي تكون يعني فارق بالنسبة لنا في نهاية الموسم. واكثر من ذلك حتى المستوى اللي لعبوا به اللاعبين يعني من الناحيه المعنويه يعني هذا مشجع، لانه فريق يعني جديد على القسم الوطني الاول، هناك لاعبين كثار ما عمرهم لعبوا في هذه الاجواء وفي هذه لي زومبيونس اللي هما فيهم شويه لا بريسيون، وتنتمنوا على انه رونتابيليزيو هذا الريزولتا بنتائج اخرى، لانه هذه النقطه ما غتسوى حتى شي حاجه الا ما انشينيناش في لي ماتش اللي جايين وخدينا نقاط. تنتمنوا على انه المسيره تستمر واللاعبين ديال فريق زمامه صراحه اليوم على المجهود الكبير تيستحقوا هذه النقطه هذه.